أهلا بكم أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. لن ننسحب من محور فيلادلفيا مهما ازداد الضغط الدولي والداخلي، هذا ما أوضحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده بعد مقتل 6 مختطفين إسرائيليين. نتنياهو أوضح أنه يربط بين بقاء الجيش في المحور وبين الانتصار المنتظر في الحرب. تصميم نتنياهو هذا، أي على البقاء في فيلادلفيا، يبعث على التساؤل: ما الذي حققته حماس في ميزان الربح والخسارة من هجوم 7 أكتوبر؟ البقاء في فيلادلفيا سيكون حتما جزء من احتلال جزء أو كامل لقطاع غزة، وبالتالي هل استفاد سكان غزة من هجوم 7 أكتوبر أم لا؟ وهل أصبحت القضية الفلسطينية في مكان أفضل بعد هذا الهجوم؟ لنبدأ المناظرة. وأرحب بضيفي ينضموا إلي من واشنطن المختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب معنا، كما أرحب بضيف الأستاذ أليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكم، دعوني نبدأ هذه المناظرة معك أستاذ أليف. أستاذ أليف، لا مجال ولا مكان للشك أن هجمات 7 أكتوبر أعادت إسرائيل إلى قطاع غزة، وبالتالي واضح يمكن القول في ميزان الربح والخسارة أن القضية الفلسطينية خسرت بعد هذا الهجوم، أليس كذلك؟ أولا تحياتي إليك ولضيفك الكريم. القضية الفلسطينية لم تخسر، ربما خسر الفلسطينيون أرواحا بعشرات الآلاف وأكثر من 100,000 مصاب وتدمير وقتل يعني عشوائي أو بدون تمييز بين مدنيين وعسكريين، هذا كله صحيح. وخسر قطاع غزة البنية التحتية، هذا كله صحيح. ولكن هل كانت القضية الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة أو على طاولة مفاوضات قبل 7 أكتوبر؟ الجواب لا. منذ 40 عام، منذ أن بدأت مسيرة أوسلو المفاوضات العبثية، أو 30 عام، بالتدريج كانت القضية الفلسطينية تنسى وحق الشعب الفلسطيني نسي، حتى أنه الرئيس بايدن وأبو مازن في اجتماعهم قال له يعني هذه عند الله مش عندنا المسألة. وإنه في الأمم المتحدة أيضا اجتماع في شهر سبتمبر السنة الماضية 2023 جاء نتنياهو مع خارطة عن كل فلسطين أنها إسرائيل، ولم ينتقده أحد. يعني تقول أكبر إنجاز من هذا أستاذ أليف هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ بدون أي شك القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة، والثمن كان كبيرا. ودائما كانت الثمن كبيرا عندما يريد الشعب الفلسطيني إعادة القضية. يعني أعطيك مثلين فقط. تفضل. قبل الانتفاضة الأولى أيضا كانت القضية الفلسطينية قد نسيت. جاءت الانتفاضة ودفع ثمن كبير بالدماء والأرواح حتى استعادت القضية الفلسطينية مكانتها على طاولة البحث الدولية والإقليمية. كذلك الأمر عام 64 عندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية. منذ عام 48 ل 64 كاد العالم أن ينسى أن هناك قضية فلسطينية، ولكن عندما أقيمت منظمة التحرير الفلسطينية ودفعت الشعب الفلسطيني بالذات اللاجئين دفعوا ثمنا غاليا جدا، وضعت القضية الفلسطينية على جدول أبحاث العالم. إذا في كل مرة يحاول إسرائيل أو أي كان تعتيم على القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ينتفض الشعب الفلسطيني من جديد. نعم. ليضع القضية الفلسطينية ويدفع ثمن ذلك، وهذا أمر طبيعي جدا
كل الشعوب التي قاتلت الاحتلال. سأتوسع معك أستاذ أليف حول هذا الثمن الذي تتحدث عنه. أستاذ إيهاب، يعني كما أوضح ضيفي أستاذ أليف، يمكن القول القضية الفلسطينية قبل هجمات 7 أكتوبر كانت قد نسيت كما ذكر، وأهم إنجاز لهذه الهجمات هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى أولويات العالم يمكن القول. أهلا بحضرتك أستاذة لورين، وأهلا بالأستاذ أليف وبكل المشاهدين. طيب، أنا أتفق مع أستاذ أليف في أنه ما حدث بالفعل أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، لكن هل هذه هي كانت الطريقة الأفضل لإعادتها إلى الواجهة؟ متفق معه تماما في أنه القضية الفلسطينية اليوم أصبحت تتصدر نشرات الأخبار وتهتم بها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية إلى آخره، لكن هل هذا كان يستحق كل يعني ما حدث وما وصلنا إليه الآن؟ أكثر من يعني اقترب من 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وطبعا يعني ناهيك عن تدمير قطاع غزة بشكل كبير. ألم يكن هناك وسائل أفضل من هذا التحرك الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ ما الذي كان من الممكن أن يفعله الفلسطينيون في هذا الإطار بالتنسيق مع دول الجوار، دول محيط فلسطين والدول العربية والولايات المتحدة؟ هل كان هناك الأمل مفقود تماما؟ يعني فكرة أنه كان سيكون تطبيع بين السعودية وإسرائيل بالفعل فيما يتعلق بهذا، يعني ربما يمكن القول أن لم يكن هناك الكثير من الخيارات للجانب الفلسطيني، خاصة وأنه كل الفترة الأخيرة شهدت ترتيبات ضخمة بالشرق الأوسط، تطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وواضح أنه القضية الفلسطينية لم تكن في سلم أولويات الإدارة الأمريكية حتى آنذاك، إدارة ترامب وحتى الدول العربية. طيب، إذا ما افترضنا أن لب القضية الفلسطينية هي فكرة الأرض، وأن القضية من الممكن أن تخفي وتذوب في وسط عمليات التطبيع الجارية إلى آخره، طب لماذا اليوم بعد ما حدث انتفضت الدول العربية الوقوف بجانب القضية الفلسطينية؟ هذا يعني أنه في اللب العربي، يعني داخل القلوب العربية والعقل العربي، أنت تتحدث عن الشارع العربي وليس عن الأنظمة العربية، هناك فرق كما نحن نعلم. لا أستاذ لورين، أتحدث عن الجميع، لأن الشعوب العربية والأنظمة العربية مرتبطة بشكل أو بآخر، حتى لو كانت هناك يعني انفصال بشكل أو بآخر أيضا، إلا أن هناك عدم استهانة برأي الشارع العربي من قبل قادته، بمعنى أنه اليوم الدول العربية هي التي تهب وتحاول أن تساعد الفلسطينيين في عبور هذه الأزمة بأشكال مختلفة، سياسيا وتفاوضيا وطبيا ومساعداتيا إلى كل هذه الأمور، بمعنى أن الدول العربية حتى ولو كانت بدا عليها أنها نسيت القضية الفلسطينية، إلا أنها كانت ستأتي في مرحلة معينة عندما تستشعر الخطر الداهم بهذه القضية كانت ستنتفض وتمنع حدوث أي أمر يذيب هذه القضية. لكن ما أقصده اليوم، ألم يكن هناك تحرك أفضل من حماس أو للفصائل الفلسطينية؟ وهنا طبعا سنتعرض لمشكلة كبيرة أخرى، أنه لماذا الفلسطينيون أصلا منقسمين على أنفسهم؟ يعني تقول أن حماس أخطأت في الذهاب، أخطأت في نعم تقدير في العواقب. تقدير العواقب، يعني أنت اليوم ذهبت ولنفترض أعطيت إسرائيل قلما قويا على وجهها، هل كنت تتوقع مثلا أن إسرائيل ستدير لك خدها الأيسر؟ لا طبعا، هتقوم يعني إسرائيل أي معلق بكل ما أتيت. ولكن غزة كانت محاصرة يا أستاذ إيهاب، يعني ما الذي كان علينا أن نتوقعه بالنسبة لسكان قطاع غزة؟ يعني هناك من يقول لا يوجد هناك كثير من الاختلاف، يعني غزة كانت محاصرة منذ زمن طويل. أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك. شوفي، لو حماس قدرت الموقف جيدا وجهزت قطاع غزة لاستقبال هذا الكم الكبير من أطنان، آلاف الأطنان أو عشرات الآلاف من الأطنان من القنابل
والجنود الإسرائيليين وكل هذا القتل والدمار، كنت هقول لحضرتك أوكي ما فعلته حماس يعني أتى أكله. القضية الفلسطينية ظهرت إلى السطح والشعب الفلسطيني يعني أنا أحد أصدقائي المقربين فقد 60 من أسرته، 60 واخد بالك، وأكيد يعني مش الحالة الوحيدة، أكيد حالات أخرى كثيرة. ما أقصده هنا، ألم يكن هناك تصرف أفضل لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بدلا مما حدث؟ أنا لا أقول، لا أقيم ما فعلته حماس، ولكن أقول ألم يكن هناك أفضل من هذا؟ طيب لنعطي أستاذ أليف أن يجيب على هذا التساؤل. أستاذ أليف، تحدثت عن الثمن قبل قليل، وهناك سؤال شرعي، ألم تكن هناك أي طريقة أفضل لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ والله يا أستاذ إيهاب، إنه هذا هو السؤال اللي كان التفكير به منذ سنوات، ما هي الطريقة الأفضل لإعادة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى طاولة العالم والطاولة الإقليمية؟ للأسف الشديد لا السلطة الفلسطينية عرفت تعيد هذا الحق إلى الطاولة، ولا الدول العربية كانت مستعدة أن تبذل جهد لإعادة هذا الموضوع إلى الطاولة. بدلا من ذلك قامت بالتطبيع مع إسرائيل بحجة أنها ستفيد الفلسطينيين، وكل عملية تطبيع لم تكن لصالح الفلسطينيين، بالعكس تماما كانت على حساب القضاء على القضية الفلسطينية، كانت ضمن مسيرة طمس القضية الفلسطينية، حتى جاءت موضوع التطبيع مع السعودية. جاء موضوع التطبيع مع السعودية في نهاية أو في منتصف السنة السابقة قبل عملية المقاومة في 7 أكتوبر، وكان هناك يعني خشية كبيرة جدا أن التطبيع مع السعودية سينهي القضية الفلسطينية، ليس فقط لأسباب فلسطينية داخلية وموقف السلطة، وإنما بسبب المشاريع الإقليمية التي تبنى على التطبيع مع السعودية، مشاريع إقليمية أمنية واقتصادية وسياسية وأخرى، وهي ما تزال قائمة على فكرة. يعني مؤقتة يمكن القول عرقلت أو أخرت يا أستاذ أليف، لم يبقى. ولكن ممكن أتدخل مع أستاذ أليف في الفكرة إذا سمحت لي أستاذ أليف؟ ستعقب أستاذ إيهاب لنعطيكم الفكرة، تفضل أستاذ أليف. في مثل هذه الحالة لم يبقى أمام الفلسطينيين أي كان من الفلسطينيين إلا أن يقوم بعمل يحاول به أن يعني يضيء على الحق الفلسطيني من جديد، وهذا ما قامت به حماس، أن هذا كان الحل المتوفر لها. نعم. طيب يعني يعني كنت أريد أن أقول إنه المملكة العربية السعودية مثلا وضعت شرطين رئيسيين الدخول في تطبيع مع إسرائيل. لم يكن التطبيع مجانا، التطبيع كان من أحد شروطه حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وحصول الفلسطينيين على دولة، وبالتالي هذا لم يكن في حسبان المملكة العربية السعودية أن تطبع مجانا مع إسرائيل. والمملكة العربية السعودية لها دور إقليمي كبير جدا في هذا الملف وفي ملفات أخرى، وكان من الصعب عليها أن تأخذ قرارا منفردا بترك القضية الفلسطينية وهي وقفت جانبها طوال عشرات السنوات لمجرد أنها تطبع مع إسرائيل. المملكة العربية السعودية ليست في حاجة إلى إسرائيل اقتصاديا أو أمنيا أو خلافه، ولكن هي تريد أن تتحرك في إطار محيط دول الجوار لإحداث حالة جديدة في المنطقة يسودها السلام والحب والإخاء والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي إلى آخره. فهذا الموضوع أعتقد أنه كان من الممكن لحماس، لأنه نحن نعلم أنه ولكن هناك من يربط مقامة أنه دائما يكون هناك وعود بالدخول نحو مسار مفاوضات، وفي نهاية المطاف الجميع وحتى الولايات المتحدة تلتف على كل هذه التعهدات، ويكون هناك تطبيع وسيبقى وكان سيبقى الفلسطيني لوحده، أليس كذلك أستاذ إيهاب؟ لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت ستأخذ هذا المنحى. يعني المملكة أعتقد أنها أكبر من ذلك، ولن يستطيع الأمريكيون أن يفرضوا عليها شيئاً لا يريدونه. وشهدنا بدايات جو بايدن مثلاً في حكمه عندما تعرض بالحديث لولي العهد السعودي وللملك السعودية، وقال كثير من الأمور التي كان من شأنها
أن توتر العلاقات، ووترتها بالفعل بين واشنطن والرياض، إلى أن جاء هو نفسه بايدن بعدها بعامين وذهب يعني إلى المملكة العربية السعودية والتقى محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية موقفها كان واضح وما زال في كل قضايا. أعني هنا أن المملكة العربية السعودية يعني عمود قائم مثل بقية الدول التي لديها أسس فاعلة وحقيقية لا تتزحزح عنها في القضية الفلسطينية. إذن تعطيل كذلك مسار التطبيع هذا يحسب بإنجاز لحركة حماس، ليس كذلك أستاذ إيهاب؟ أنها لا يعني ما أصل الإنجاز، ما أنا أشوف يا أستاذة لورين، أنا أعرف أن الإنجاز عندما يأتي على حساب أهل بيتي بهذه الطريقة فهو ليس إنجاز، هو خراب ديار، خراب بيوت. يعني أوكي أنا النهاردة عرضت أهل بيتي لمشكلة مع جاري، ضربته على قفاه، راح جايب مدافع رشاشة وداخل بيتي قاتل كل أهلي. أنا استفدت إيه؟ يعني أنا إيه اللي أنا أظهرته يعني حميت قضيتي إزاي؟ أنا لا أقول إنه حماس لم تلقي السلاح ولا يجب المقاومة، لا أتحدث في هذا الأمر ولا أطوله، لأن هذا أمر فلسطيني فلسطيني. أنا ما أقوله اليوم يجب أن ندرس عواقب أو ندرس عواقب أفعالنا حتى لا نعرض. لكن هناك مشروع ضخم يا أستاذ إيهاب في المنطقة، يعني بقيادة يمكن القول محور إيران، أليس كذلك؟ هذا المحور يمكن القول نجح في هذه المرحلة في تعطيل القضية الفلسطينية. نعم أستاذ لورين، ما الذي قدمته إيران للقضية الفلسطينية أصلا؟ يعني معلش، يعني لو قارنا إيران بأي دولة من دول المحور، لربما أستاذ أليف سيجيب عن هذا السؤال. يعني أنا عايز أفعال حقيقية، أنا مش عايز عارفة اللي هو إيه سنفعل وصلنا. يمكن القول أن ما قدمته إيران حتى اللحظة القضية الفلسطينية أكثر ما قدمته الدول العربية، لربما أستاذ أليف سيكمل هذه الفكرة. تفضل. أستاذ أليف تفضل. بس لابد من الإجابة على بعض يعني القضايا للتوضيح. تفضل. أولا المملكة العربية السعودية كانت تفاوض الولايات المتحدة وتفاوض إسرائيل أو تستعين بإسرائيل للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل قضيتين أساسيات. أولا اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة تريدها السعودية، ومفاعل نووي يعني تريد إذن إسرائيلي بإقامة مفاعل نووي سلمي أو نشاط نووي في السعودية. وعندما تحدثت عن القضية الفلسطينية كان هناك تراجع كبير في موقف السعودية، حتى أنه في اللحظات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة كان الشرط السعودي ليس أن يحصل الفلسطيني على كافة حقوقه ودولة فلسطينية، وإنما أن يكون هناك تعهد أمريكي بأنه في نهاية هذا التطبيع سيحظى الفلسطيني بحقوقه. وهذا يعني كلام كثير فضفاض، في نهاية مسيرة التطبيع سيحظى الفلسطيني. واعتدنا أنه لا في مسيرة تطبيع كامب ديفيد، ولا في مسيرة تطبيع أوسلو، ولا في مسيرة تطبيع وادي عربة، ولا في مسيرة تطبيع الإمارات والبحرين، وكلها حدثت بضوء أخضر سعودي. لم يكن أي نهاية لهذا التطبيع لمصلحة الشعب الفلسطيني، بالعكس تماما، كانت هذه المسيرة تقود إلى حالة غير مقبولة فلسطينيا، وهذه الحالة غير المقبولة هي التي يعني جعلت الفلسطيني في حالة لا أقول من اليأس، لكن في حالة غير مقبولة لا يستطيع تحملها أكثر بعد 17 سنة من الحصار واستنزاف القوة البشرية الشبابية في قطاع غزة. وهنا يجب أن أؤكد على هذا الموضوع، خلال السنوات الأخيرة قبل 7 أكتوبر هاجر من قطاع غزة يعني طوعا أو قسرا، وأنا أسمي هذا هجرة قسرية، أكثر من 400,000 شاب، لأنهم يبحثون عن حياة خارج هذا الحصار. هذا الاستنزاف لا يمكن أن يقبله أي شعب، وخاصة الشعب الفلسطيني. أكثر من 400,000 شاب خرجوا من قطاع غزة للبحث عن الحياة.
الحصار كان مجرد معسكر اعتقال كبير. ولكن أستاذ أليف، يعني هناك السؤال مهم في نهاية المطاف، نتحدث عن إنجازات يمكن القول تكتيكية، إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، الحديث عن عرقلة أو إفشال مسار التطبيع والمخططات الأمريكية في المنطقة، ولكن في نهاية المطاف كيف يمكن ترجمة هذه الإنجازات إلى إقامة دولة فلسطينية بشكل حقيقي، أو على الأقل دخول في مسار مفاوضات حقيقي بعد كل هذا؟ أنا باعتقادي إنه المقاومة أخطأت في تقديرها عندما أطلقت هذه العملية العسكرية وسمتها طوفان الأقصى، واعتقدت إنه العالم العربي والإسلامي سيهب دفاعا عن الأقصى وعن الشعب الفلسطيني. في هذا أخطأت في تقديرها، وأنا قلت هذا الكلام مسبقا، أقول هذا الكلام منذ سنوات، لا تعلق آمالا على العالم العربي والإسلامي. أوكي، محور المقاومة يقدم مساعدات، ولكن هو ليس كل المحور، لا كل المحور العربي ولا كل المحور الإسلامي، والعكس تماما. المحور العربي الموالي لأمريكا يعادي المحور، يعادي محور المقاومة، ويعادي المقاومة أيضا. لذلك يعني التعليق الآمال كان خطأ كبير جدا. أنا لو كنت مكانهم لم أسمي هذه العملية بطوفان الأقصى، كنت سأسميها انتفاضة ثالثة، أو انتفاضة جيتو غزة، أو انتفاضة الحرية، لأن هذه اللغة هي التي تعبر عن حقيقة الأمل الممكن. ولكن بعيدا عن التسميات أستاذ أليف، في نهاية المطاف نجح الإسرائيلي بحسب ما نفهم إلى إعادة احتلال غزة من جديد بحسب مخططات بنيامين نتنياهو. نجح الإسرائيلي، ولكن ليس بقوة الإسرائيلي، وهذا يجب أن نفهمه جيدا. نجح الإسرائيلي بقوة العجز العربي وقوة الدعم الأمريكي والغربي المطلق. لولا هذا الدعم الأمريكي المطلق في 7 أكتوبر، هذا الاستعداد وتحريك حاملات الطائرات والإمداد، تصور أنه في 280 طائرة محملة بالأسلحة خرجت من مخازن الأمريكية في الشرق الأوسط. نعم. وخاصة مكانة إسرائيل في المنطقة يمكن القول تراجعت، خاصة فيما يتعلق بصورة إسرائيل. هذا العجز العربي والدعم الأمريكي المطلق هو الذي جعل إسرائيل تحت القطاع غزة من جديد. نعم، تآكل ربما قوة الردع الإسرائيلية يا أستاذ إيهاب أحد أهم الإنجازات، حتى وأنه في نهاية المطاف نتحدث عن ثمن أو تضحية من قبل سكان قطاع غزة. لا، شوف يا أستاذ أورين، هقول لك على حاجة. الدعم الأمريكي لإسرائيل، أولا إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي قطعة أرض أمريكية موجودة في الشرق الأوسط، لن تسمح الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية أو أي نوع آخر بأن تمس إسرائيل بأي نوع من أنواع الأذى أمنيا أو اقتصاديا. نعم. يعني المشكلة الاقتصادية التي تمر بها إسرائيل يتحدث عنها الكثيرون، عندما ذهب مئات الآلاف، هي ملتزمة بالدفاع، ولكن يمكن القول تحطيم صورة إسرائيل في المنطقة هذا أمر ليس بأمر سهل على الجانب الإسرائيلي، ليس كذلك، وحتى على الولايات المتحدة. حضرتك تقصدي تحطيم بمعنى ماذا؟ بمعنى ما حدث في 7 أكتوبر ولا صحيح بعد ذلك؟ 7 أكتوبر وتليه كذلك التطورات على الجبهة الشمالية ومحاصرة إسرائيل من جميع الجبهات. نعم، ما حدث في 7 أكتوبر هي يعني ضربة قوية لإسرائيل، يعني أثرت فيها، جعلتها تترنح، وأعتقد هي تترنح حتى الآن، تترنح شعبيا وعسكريا. يعني عسكريا لم تحقق شيء في غزة سوى أنها يعني قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم بعض المقاتلين من حماس ومن جهاد وخلافه، لكن لم تحقق الهدف الرئيسي، كان ما كان القضاء على حماس وإخراجها من القطاع، لا هذا تحقق ولا ذاك. والهدف الرئيسي الآخر أو الهدف بي كان الإفراج عن الرهائن. صحيح. أيضا لم يتم الإفراج عن الرهائن على الإطلاق إلا بشكل تفاوضي في الجولة الأولى من الإفراج عن الرهائن، المفاوضات تمت وتم الإفراج عن عدد من الرهائن. إذن الرهان الإسرائيلي العسكري المفرط الذي تقوم به في غزة هو فاشل على مستوى تحقيق الأهداف. أنا عندما أقول على حماس كانت أن تدرس العواقب، أتحدث عن عواقب
القتل الرهيب والدمار الشديد الذي حدث للشعب الفلسطيني. لا أقول أن إسرائيل نجحت في عملياتها العسكرية، لا، إسرائيل فشلت بكل ما تعنيه الكلمة في هذه العمليات العسكرية، بل أدى هذا الفشل أيضا إلى استقواء الحوثي وظهوره، وبداية حتى لو لم تطل أسلحته إسرائيل إلا أنه بدأ بأي كل شيء أذرع إيران يحاول. بالقول، نعم. صحيح، وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، كل هذه الأماكن تحركت، لكن إسرائيل لم تحقق هدفها الرئيسي. وفي المقابل أيضا بنيامين نتنياهو للأسف الشديد، أنا أعتقد أنه هو المتحكم الوحيد أو الأوحد في كل ما يجري، هو يسير الأمور والمفاوضات كما يريد، يعطلها كما يريد، يسيرها كما يريد، يدخل ويذهب إلى محور فيلادلفيا ويحتل معبر رفح ويفعل كل ما يريد. لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تتحكم فيه ولن تستطيع، وإذا ما جاء دونالد ترامب سيقدم له عونا ودعما أكبر، اللهم إلا إذا التزم دونالد ترامب بما قال، سأفرض السلام بالقوة، بمعنى أنه تعالى يا نتنياهو السلام يفرض عليك بالقوة، تعالوا يا ولكن ماذا فلسطينيين يعني السلام بالنسبة لدونالد ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ لربما نقطة مهمة. جملة أخيرة، لم تبقى هذه هي الوقت. المشكلة. نعم بالطبع مشكلة، ونكتفي بهذا القدر. الأستاذ إيهاب عباس، مختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، حدث من واشنطن، شكرا جزيلا لك. خبير في شؤون الشرق الأوسط أستاذ أليف صباغ، شكرا جزيلا لكما. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.